أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلعه لاستمرار التعاون مع كوريا الجنوبية في كافة المجالات ودعم استثمارات الشركات الكورية في مصر، وزيارته لعدد من هذه الشركات مؤخرا مثل شركة سامسونج. وخلال لقائه سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر كيم يونغ هون، أكد مدبولي على تقديره للعلاقات الوثيقة بين مصر وجمهورية كوريا الجنوبية وتطلعه لدعم التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، وتطلعه كذلك لزيارة جمهورية كوريا الجنوبية للمشاركة في قمة كوريا إفريقيا المقرر انعقادها في 4 يونيو المقبل نيابة عن رئيس الجمهورية. من جانبه أشاد سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية باعتبارها تمثل فرصة مواتية للشركات والاستثمارات الأجنبية في البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لبلاده في القارة الإفريقية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، بما يحقق مستهدفات الدولة بتقليل الواردات وتغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير مزيد من العملة الأجنبية. وخلال لقائه مدير عام شركة هاير مصر لتصنيع الأجهزة المنزلية، أكد مدبولي أن زيارة الرئيس السيسي لمجمع هاير الصناعي وافتتاحه للمرحلة الأولى من المصنع يؤكد حرص جميع جهات الدولة على نجاح هذا المشروع ودعم الدولة الكامل لكل المستثمرين الجادين، خاصة الذين يضخون استثمارات مباشرة. ووجه مدبولي بتوفير 45,000 متر مربع من الأرض طلبتها الشركة للقيام بتوسعات وتنفيذ مصنع للتكييفات المركزية. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المشروعات الجاري تنفيذها بواسطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واطلع مدبولي على عرض تضمن بعض المشروعات في مجالات بناء القدرات والتحول الرقمي وتعظيم قدرات الدولة في مجال شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية في عدد من المحافظات والتي وصل عددها إلى 26 مركزاً. عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من اللقاءات الترويجية مع عدد من الشركات التركية الرائدة في قطاع الاستثمار السياحي والفنادق على هامش فعاليات منتدى السياحة الإفريقي بمدينة شرم الشيخ، حيث تم مناقشة خطط الاستثمار في قطاع الفنادق الفاخرة بمدينتي شرم الشيخ والعالمين الجديدة، فضلا عن تطوير فنادق الأعمال في القاهرة. وأظهرت اللقاءات والاهتمام الكبير الذي توليه الشركات التركية بالسوق المصري، وأشاد ممثلو الشركات التركية بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي والتنوع الكبير في المقاصد السياحية. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لها، أقامت الحكومة منطقة حرفية في منشأة ناصر على مساحة 60 فدانا تضم المنطقة ورش بإجمالي 905 ورشة بمساحات متنوعة، إلى جانب وجود مدرسة فنية لتدريب العاملين بالمنطقة وممشى تجاري لتسويق منتجات المنطقة ومركز لتنمية الصناعة، بما يسهم في توفير سلاسل التوريد بالمنطقة. تعاون
تعمل الحكومة على طرح 20,000 رأس ماشية طازجة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية بمنافذ التوزيع، والتي يصل عددها إلى 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقالت وزارة التموين أنه سيتم طرح 5,000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ، كما سيتم إنشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية ب 16 محافظة، بجانب 1350 مجمعا استهلاكيا لتوفير اللحوم للمواطنين، بالإضافة لتوفير 2400 طن من الدواجن المجمدة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للصك، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة، والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات قوية في ختام تعاملات اليوم مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 1.853 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6 مليارات ونصف المليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.23% ليبلغ مستوى 27,539 نقطة، فيما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.65% ليبلغ مستوى 6,038 نقطة. كما شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 1.72% ليبلغ مستوى 8,735 نقطة. تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج وسط انحسار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. ونزل المؤشر القطري لليوم الثالث منخفضا 1.7% ليسجل 9.396 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 7 أشهر. كما تراجع المؤشر السعودي 1.2% ليغلق عند 11,851 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 4 أشهر.
ارتفع عدد الشركات الأجنبية التي تأسست حديثا في الصين بنسبة 19.2% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري. وأشارت وزارة التجارة الصينية أن عدد الشركات الأجنبية التي تأسست في أنحاء البلاد خلال الفترة ما بين يناير وإبريل الماضيين بلغ 16.805 شركات. وأضافت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي بلغ 360 مليار و200 مليون يوان، أي حوالي 50 مليار دولار و600 مليار و600 مليون دولار.